بص كده يا جمال، اعمل زوم هنا كده يا وعدي على العكاوي. بصوا كده، هو ايه ده يا نونا؟ دي عكاوي. طب هي وصلت للشكل ده ازاي؟ هقول لكم حالا. انا ما بسلقش عكاوي، ما بسلقش العكاوي. امال بتعمليها ازاي؟ هقول لكم حالا بعد ما تنزل المقادير بتاعتنا على الشاشه. وطاجن العكاوي النهارده عاملينه بلسان العصفور، حاجه طعمها حلو قوي. ممكن صنف جديد تحطوه عندكم في المنيو بتاع الاوردرات اللي انتوا بتعملوها، وصدقوني اللي هيجربه مش هينساه، او مش هيبدا ان هو يعمل غيره. طيب طاجن العكاوي بلسان العصفور معايا ايه؟ معايا عكوايه وتكون نظيفه، وتوصي الجزار ان هو يجيبها لك مليانه، ما تبقاش فاضيه. يعني ايه مليانه؟ يعني مليانه لحم، يعني العكوايه تبقى تخينه وكبيره ومليانه لحم مش دهون. طيب معانا كوبايه لسان عصفور متحمر بالشكل ده كده، عايزه تحمريه في معلقه سمنه ماشي، عايزه تحطيه في الفرن في صاج من غير اي مواد دهنيه، كل شويه تديله تقليبه هيطلع برده معاكي زي الفل. معلقه صغيره من الثوم، فلفل اخضر حامي مفروم. ممكن طبعا زي ما قلت لك ان الزبون لو مش عايز الحاجه سبايسي بتساليه قبلها وتكوني عارفه. معايا بصلتين مفرومين، ومعايا زيت. الزيت مع السمنه او مع الزبده اللي شوحت فيه العكاوي علشان هي فيها اصلا دهون. طيب معايا ايه كمان؟ لتر صلصه طماطم متسبكه، معلقتين كبار صلصه علشان يديني تقل لصلصه الطماطم، وقلبتهم فيها علشان يديني حمار زياده وتقل زياده. معايا معلقه كبيره بابريكا علشان برضو يديلي لون حمار للطاجن، معلقه كبيره بهارات لحمه، معلقه صغيره جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. اسهل من كده مفيش، لكن هيطلع لنا في الاخر ايتم، او هيطلع لنا في الاخر صنف في منتهى الجمال. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاول احنا عملنا العكاوي عشان توصل للشكل ده ازاي. الله هو اكبر عليه. طيب جبنا العكوايه غسلتها ورحت حطاها في مصفى علشان تنزل كل الميه اللي فيها، ورحت حاطه جايبه حل على النار مدياها معلقه من الزيت وحته زبده، او ممكن زيت بس علشان الدهون، لو الدهون كتير في العكاوي يبقى هي هتنزل هتسيح مع الزيت. اديتها تشويحه مع رشه فلفل اسود، وبعد كده لما تغير اللون بتاعها خالص رحت مديها رشه جوزه الطيب، اديتها معلقه صغيره حبهان بودر، معلقه صغيره لورا بودر، ومعلقه صغيره بهارات من اللحمه. قلبت ده كله كده مع بعضه، سبتها تتشكشك وتشرب من التوابل دي كلها. وبعد كده كنت مسخنه ميه ورحت مدياها كوبايتين من الميه السخنه، سبتها غليت معاهم، لقيتها ان هي بدات تشرب ميتها لكن لسه ما استوتش، رحت مدياها ميه سخنه تاني. ما احطش ميه من الحنفيه، لازم تكون الميه بتغلي. الكاتل جنبك، ما عندكيش كاتل يبقى هي حله على النار فيها ميه مغليه علشان ناخد منها عشان ما نوقفش سوى العكاوي. بتبدا تشرب ميتها بالشكل ده، شربت الميه بتاعتها خالص واستوت، رحت واخداها بالشكل ده. عايزه بقى تحط لها بعد كده بصل او ورمه، بصل مفروم، شويه صلصه مع بطاطسيتين مكعبات، وتحطيهم كلهم في طاجن وتدخليهم الفرن، هيطلع معاكي زي الفل. عايزه تاكليها زي ما هي كده ورشه جوزه الطيب من على الوش مع البصل وتحطيها في الفرن، برده هتطلع معاكي زي الفل. تعالوا دلوقتي انا هسيبها بالشكل ده، هي كده معايا استوت، انا هشيلها من على النار كده خالص، وهروح حاطه الناحيه الثانيه حله او طاسه على النار، وهبدا ان انا اعمل لسان عصفور. طبعا العكاوي مستويه، انا كده عندي سوى لسان عصفور، بس سوى لسان عصفور ما بياخدش وقت. طيب انا هعمل ايه وهي على النار كده اهي؟ هروح نازله عليها بالبصل، هي كده استوت خلاص، انا بقى هنزل عليها بالبصل دلوقتي اهو. بسم الله، بصلتين كبار حلوين كده، وهبدا انزل بالتوابل كلها. حطيت البصل وحطيت الثوم وحطيت كل التوابل والفلفل الحامي المفروم. بصوا شكلها اتغير تماما. عايزه تعمليها كده وتديها شويه الصلصه او تديها شويه ميه سخنين وتحطيها في طاجن وتحطيها في الفرن، هتطلع معاكي لوز العنب دايبه، حاجه كده في منتهى الجمال. طيب انا النهارده عاملاها بلسان عصفور، عندي الناحيه الثانيه طاسه، هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالصلصه كده بسم الله. بالشكل ده كده، وهتبلها ملح وفلفل اسود وانزل عليها باللسان عصفور. بصوا كده الصلصه انا مسبكاها، حطيت لها ملح وفلفل اسود ومحطوط معاها معلقتين صلصه طماطم، نزلت باللسان عصفور بالشكل ده. العكاوي عندنا مستويه والبصلايه دبلت والثوم دبل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مع التوابل الحلوه يا دوب غلوه واحده للسان عصفور، وهروح حاطه الخليط ده على الجمال ده كله واحطهم في طاجن في الفرن. بصوا كده العكاوي مش عايزه اي كلام تاني، يا دوب بقى احط لها الملح لاني ما حطيتلهاش بالشكل ده كده، واللسان عصفور انا قلت لكم غلوه واحده بس، واروح حطاه على
طاجن العكاوي او العكاوي بتاعتنا دي واحطه في الفرن، يكمل سواه في الفرن. احنا عارفين طبعا ان هو متحمر فمش هياخد وقت في التسويه. تعالوا بقى ندوق الملح كده وندوق الحياء بتاعنا. احنا حطينا ملح وفلفل اسود، نشوف كده محتاج حاجه تاني ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كده مظبوط، عايز شويه فلفل اسود بس. ندوق بقى الناحيه التانيه، العكاوي ملحها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اقول لكم ان الفلفل رهيب. اللي ما بيحبش السبايسي ما تحطش فلفل حامي. طبعا ده الطاجن دوت مش هينفع ان هو ياخد لي الكميه دي، فان شاء الله في الفاصل هخلي رغده تجيب لي طاجن اكبر علشان نجمع الاثنين مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بنحط العكاوي، حطيت اللسان عصفور في الارضيه. عايزه بقى تحطي في طاجن، ما لقيتيش طاجن كبير عندك ياخد المسافه، بس خلوا بالكم ما ينفعش نحط في طاجن صغير لان اللسان عصفور هيزيد، اللسان عصفور لسه هيزيد وهيستوي معانا، فخلوا بالكم من حاجه زي كده. صينيه بقى المونيا بحيطه عاليه زي ما انا ما عملت كده، زي ما انتم عايزين بالشكل ده كده. واروح واخده بقى البهاريز والحلويات دي كلها وعامله كده. اساسا اللسان عصفور لما يستوي هتلاقوه بدا ان هو يطلع من الجناب كده ويزيد معانا. بالشكل ده هقفله بالفويل واحطه على درجة حرارة 180. انا حطيت مية سخنة على لسان عصفور تاني علشان بدأ ان هو يتقل، بدأ ان هو ينشي، فمجرد ما نبدأ ان احنا نزود المية بتاعته او العقد بتاعه نروح مدخلينه الفرن على طول. هعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تلت ساعة نص ساعة كده وابدأ اكشف عليه واشوف التسوية بتاعته عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، على درجة حرارة 180 تلت ساعة او 25 دقيقة كده ونبدأ نبص عليه. طبعا اللسان عصفور متحمر فمش هياخد وقت اصلا في التسويه. ما تيجي كده يا جمال نطلع معلقه لسان عصفور ونشوف الدنيا فيها ايه. نطلعها من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده ازاي، بصوا لسان عصفور ما شاء الله عامل ازاي، بصوا شكل الطاجن عامل ازاي، الله اكبر عليه.